إذا اليوم باش نحكيو على المؤتمر الثالث للإعلام العربي كما قل في أول حصة باش يصير يوم 17 جانفي ومعرض الذكاء الاصطناعي. معنا مباشرة نورس مع المهندس عبد الرحيم سليمان. الكلمة ليك نورس. صباح الخير ليك ألفا ولكامل متتبعي القناة الوطنية من داخل وخارج أرض الوطن في برنامج أهلا تونس. كما قلت احنا مباشرة في نقطة خارجية من مقر اتحاد إذاعات الدول العربية بجانب سعادة المهندس سليمان عبد الرحيم مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية. نلتقي به اليوم قبيل أيام من انطلاقة الدورة الثالثة لمؤتمر الإعلام العربي، وهي ثاني أكبر تظاهرة يقيمها الاتحاد. تنطلق إن شاء الله يومي 17 و18 جانفي 2024 حول موضوع الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي والفرص والرهانات. سعادة المهندس مرحبا بك، صباح الخير. مرحبا بك وسعيد بالتقاء بجمهور التلفزة التونسية. سعيدين أنه الاتحاد يعني مقره في تونس، وتونس البلد الطيب المضياف. سعيدين أنه العرب كلهم يلتقوا إن شاء الله في هذه الأرض الخضراء الطيبة. سعادة المهندس، أول سؤال لحضرتك، لو كان تقدم لنا ما هي أهم فعاليات دورة ثالثة لمؤتمر الإعلام العربي؟ قبل أن ربما أتكلم عن فعالياتها، أنه مؤتمر الإعلام العربي كتجربة بالنسبة لنا كاتحاد، هذه الدورة الثالثة. عقدنا دورتين نعتبرهن ناجحتين. الدورة الأولى كانت قبل سنتين حول الإعلام العمومي وقضاياه المختلفة، الدراما، مشاكل التدريب، مشاكل الصحافة المكتوبة وغيرها من، وأصدرنا بيان كان بيان متميز وتم عرضه على مجلس وزراء الإعلام العرب. الدورة الثانية كانت كذلك لموضوع مهم جدا، هو الهيمنة الرقمية للشبكات العالمية. وهذه كلنا نعرف انه الهيمنة الرقمية، انه هذه الشبكات الكبرى اللي تسيطر يعني ليس فقط على المنطقة العربية لكن على العالم كله، فكان لابد من وجود أرضية مشتركة للعالم العربي لمجابهتها. وتم إصدار إعلان، تم اعتماد مجلس وزراء الإعلام العرب، وشكلنا حتى الآن فريق للتفاوض مع هذه الشركات بحيث أن تكون في مكاسب للمنطقة العربية، وليس فقط في المسائل الضريبية ولكن كذلك مسائل حماية الشباب وحماية النساء وغيرها. المحتوى اللي بيدخل المنطقة العربية كان بدون رقابة، وبالتالي نعتبره مؤتمر مهم. هذا المؤتمر الثالث مهم جدا طبعا، هو الذكاء الاصطناعي، وأعطينا عنوان الفرص والرهانات. الذكاء الاصطناعي الآن العالم كله يتكلم عنه، ليس قضية معقدة في العالم. هناك من معجب به ويؤيده، وهناك من يحذر منه، وكلهم على صواب، لأنه فعلا هذه التقنية ستغير وجه العالم بالمستقبل الكبير. فنحن كاتحاد رأينا أن يكون الموضوع هذا المؤتمر، هذه القضية المتميزة بالنسبة لنا في مجال الإعلام. طبعا لم نتكلم عن الذكاء الاصطناعي في مجالات المختلفة اللي هي متعددة، ولكن مجال الإعلام، مجال الإعلام هناك إمكانيات كبيرة يوفرها الذكاء الاصطناعي، وهناك محاذير كذلك سنتطرق عليها في هذا المؤتمر. إذا السؤال الثاني سعادة المهندس، كنا نحكي اليوم على الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، هل هناك تجارب عربية ناجحة في هذا المجال؟ في تجارب أولية عشان نكون نتكلم عنها، لأنه حتى الذكاء الاصطناعي في البلدان الأخرى اللي يعتبروها متقدمة ما زال في بداياته. يتكلم عنه كتقنية موجود من أكثر من 6 أو 7 سنوات. احنا في كل مداولات المسائل الهندسية والإعلام الجديد في الاتحاد كنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي. الصناعي يعطينا إمكانيات كبيرة في مجال الإنتاج، مجالات الصوت، مجالات حتى الكتابة، أشياء كثيرة كنا نتكلم عنها. لكن تطور في الفترة الأخيرة تطور سريع، خاصة في 2023، نهاية 2022 بداية 2023،
وأصبح يوفر إمكانيات كبيرة جدا. هذه الإمكانيات الكبيرة في مجال الإعلام لازم نستفيد منها، يسهل كثير عملية الإنتاج. بعض الناس بيقولوا أنه الإنتاج بقضاياه المختلفة أنه ربما يهدد الإبداع، ولكن أنا من وجهة نظري أنه الإبداع الآن في المنطقة العربية خاصة مكلف جدا جدا، لأنه ما فيش الكم الكبير الإنتاج الكبير اللي يساعدنا على أساس أنه ننافس الإنتاج الخارجي الموجود. استخدام هذه التقنيات تستطيع أنك يكون عندك إنتاج متطور، ساعدك كذلك في عملية الكتابة والسيناريو والقصص، ساعدك في الدوكيومنت الأفلام الوثائقية، الأفلام حتى أفلام مسلسلات، كل هذه الأشياء صحيح الآن لسه ليست هناك تجارب، لكن في الطريق في 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 هذا الإطار. الدبلجة وكذلك عملية الاستخدام الأصوات المتعددة التي تستطيع أنك أنت تكون عندك إمكانيات كبيرة فيها المفعمة فعلا بالحقيقة، فهذا يساعد. هل أنت تتكلم عن أن هل في تجارب عربية؟ احنا حاولنا لأول مرة أنه هذا المؤتمر تكون مصاحب له معرض. هذا المعرض فكرنا فيه مؤخرا، يعني مش يا ريت كان فكرنا فيه من بدري. الآن في حوالي 15 عارض في هذا المعرض، في تجارب مختلفة. هذه التجارب تعطي فكرة عن، نعتبر أنه بداية لأشياء، لكن هذه التجارب متأكدين أنه ستكون إضافة جديدة لهذا المؤتمر. هناك هيئات، هناك منظمات عربية، الإكسو منظمة عربية التربية والثقافة والعلوم التكنولوجيا الاتصال عندهم طبعا تجارب، وإحنا كاتحاد كذلك عندنا، وبدينا إحنا في الاتحاد الآن اتخذنا القرارات المهمة بالنسبة لأنه عام 24 تكون فيه استخدام الذكاء الاصطناعي في أشياء كثيرة، خاصة في مجال الإنتاج، مجال هام جدا مجال التدريب. كان هناك في حاجز اللغة يعني يعيق كثير جدا. كان المتدرب لازم يجيد يا اللغة الإنجليزية يا اللغة الفرنسية ولا غيرها، حتى اللغة العربية. الآن مع استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريب المتدرب يستطيع أنه يحكي باللغة تريحه، والمدرب والمتدرب يستمع بالطريقة، والحوار وكل هذه الأشياء تكون موجودة بالنسبة لنا كجميع في هذا الإطار. فهذه هي القضايا اللي حنتكلم عنها. هناك محاور كثيرة إذا حبيت نحكي عنها، محاور بالنسبة لهذا المؤتمر. أولا زي ما ذكرت هو في الإعلام، سنتكلم على الجوانب التطبيقات الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي لازم نحكي عنه، وكيف ممكن كهيئات، لأنه نحن يهمنا أعضاء الاتحاد كيف أنه ممكن هذه التطبيقات تفيدهم في 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 مجال الذكاء الاصطناعي. كذلك المهن حتتغير، نتكلم بصراحة، يعني في ناس حيتكلموا عن أنه هذه المهن ستختفي وغيرها، لكن هذه طبيعة الأشياء. حتى التكنولوجيا السابق ما عادت نفس الطريقة الآن في هذا المجال. إذا المعادلة صعبة بين الذكاء الاصطناعي وأخلاقية المهنة. صحيح، حتى أخلاقيات المهنة عندنا، إحنا التشريعات وأخلاقيات المهنة عندنا محور يتكلم عنها. أنا متأكد أنه من ناحية أنه ستؤثر على المهن، في زي ما ذكرنا أنه في مهن كثيرة أنك أسهل أنك تعمل بالذكاء الاصطناعي، لكن كذلك هو حيتيح فرص إضافية، فرص كثيرة جدا. هذه الفرص ممكن الناس تستفيد منها بحيث أنه يتم تعويضها. ما فيش تكنولوجيا إلى الآن من سنين طويلة أنها اختفت والأخرى حلت محلها، بالتدرج تتم هذه العملية ونتعايش معها وتظل هكذا معنا. ولكن الذكاء الاصطناعي أنه نتمنى أنه
يكون هو محفز وليس يكون هو مهدد لنا. ومفروض نتخذ، لأن نحن كلنا بشر وكلنا المسؤولين خاصة في المجالات التالية، لازم نحافظ على التوازن بين العنصر البشري وبالنسبة للتكنولوجيا، وكل واحد يتم توظيفه تحتاج إلى تدريب الناس، لأن إذا استخدمنا الذكاء الاصطناعي بغباء حيكون مضر جدا جدا، وبالتالي لابد يكون هناك مزيد من تدريب الكوادر، تدريبها في المجالات المختلفة، كيف أنها توظف هذا الذكاء الاصطناعي بذكاء وبفعالية كبيرة جدا في المجالات المختلفة. شكرا، يعطيك صحة سيد مدير عام اتحاد إذاعة الدول العربية السيد سليمان عبد الرحيم، خاصة ألف أنه سيد عبد الرحمن سمعت اللي هو تعب شوية ومريض، وأبين يكون حاضر معنا في المداخلة هذه ويقدم لنا المؤتمر الثالث للإعلام العربي، ونأخذ عليها أكيد شوية تفاصيل قبل انطلاقه. عندكم الكلمة في البلاتو. شكرا لك نورس، تحية كبيرة لك، تحية كذلك لسعادة المهندس عبد الرحمن سليمان، ألف سلامة إن شاء الله. هذه كل تفاصيل حول المؤتمر الثالث للإعلام العربي ومعرض الذكاء الاصطناعي، كما قال سعادة المهندس اللي فيه إيجابيات وسلبيات، لازم فما برشا تدريبات إن شاء الله، وعالم الذكاء الاصطناعي هو عالم كبير برشا.